اليوم تواجدي في هذا المسجد اللي كنزور طبعا ماشي اول مره كنجي له، كنزور باش نصلي صلاه الجمعه مع الاخوه مع الجماعه، ولكن اليوم بصفه خاصه يعني اليوم تنحتفلوا باكتمال الاشغال ديال هذا المسجد هذا اللي حقيقه هي ثمره واحد التعاون مشترك واحد التضامن بين المواطنين المغاربه ديال هذا الحي، وتعاونوا وما تكلوا على حد حقيقه فنجزوا هذا المسجد اللي كانت كنيسه شروها وقاموا بالترميمات والتعديلات اللي كانت مفروضه ومطلوبه، وحقوا حلم ديالهم باش يكون عندهم واحد المسجد يعني اللي كتوفر فيه متطلبات ديال الراحه والسكينه ويعني والكلام الطيب ورساله الاسلام السمح المعتدل المنفتح اللي كيتميز باحترام الاخر. كذلك انا دائما كنلح ان غيكون خص يكون واحد التفاعل ايجابي مع المحيط ديال المسجد باش يكسروا ديك الصوره النمطيه اللي ربما تتكون عند الجيران عند الهولنديين على المسلمين، فهما طبعا هذا الشيء تيقوموا به، وربما غي بما ان الجمع دابا اكتمل وغيديروا اكثر ما يمكن خاصة في شهر رمضان يعني عبر الإفطارات الجماعية وكذلك في أعياد الأخرى. فالهدف من كل هذا الشيء طبعا إبراز ما يتميز به المسلم يعني الحقيقي والإسلام الحق في واحد المجتمع اللي مع الأسف ربما بسبب الجهل اللي كاين فيما يخص الإسلام والمسلمين تبقى راسخة في ذهنه واحد الصورة مغلوطة على الإسلام والمسلمين. وحنا بتضامن الجميع وبالتعاون وبالتضامن والتفاعل كذلك والانفتاح على الآخر، هذا الشيء هذه العوامل كلها هي اللي كتساعد الإنسان باش تفرض واحد التقدير واحد الاحترام وتيتقبل الآخر، وخاصة في هذا المجتمع اللي هو مجتمع المغاربة كذلك خلقوا يعني كاين اللي خلق هنا اللي ربى ولاده هنا يعني شباب قراوا هنا إلى آخره. فالناس القائمين على هذا المسجد ناس كيمتازوا بواحد الغيرة على الوطن، كيمتازوا بواحد التفاني في العمل ولا يريدون جزاء ولا شكورا. الناس الغيرة اللي عندهم يعني البلاد والعباد ويبينوا الإسلام الحق لهذا المجتمع. فأنا طبعا حضوري هنا هو دعم لهذا التوجه ودعم لهذا النشاط ودعم لهذا المجهود القيم اللي كيديروا هاد الناس، ويعني ودائما يعني بمشاعر صافية وسليمة بيناتهم يعني كإخوة. وهذا الشيء اللي خص طبعا المواطنين المغاربة اللي عايشين في هولندا وغير هولندا خص هذا الشيء الجو اللي خص يسود بيناتهم. كاين واحد المقولة كتقول الإنسان عدو لما جهل، هكذا ما يعني ربما يعني العناصر مغشوشة غير كذا، ولكن هذا الشيء اللي أعطى الله الإنسان عدو لما جهل. ولهذا الأبواب المفتوحة ويعني التواصل مع الآخر والتفاعل الإيجابي مع الآخر هي العوامل اللي كتخلي الإنسان كيتعرف عليك وكيحترمك وتيقدرك لأنك يشوفك إنسان بحاله بحالك بحاله، كتشتغل لما فيه مصلحة هذا المجتمع لما فيه خير هذا المجتمع، يعني كتغير المنكر إذا اقتضى الحال، تتعطي القيمة لهذا المجتمع والمكونات ديال هذا المجتمع دائما مشترك، يعني كيكون واحد يعني قواسم مشتركة للهدف هو السكينة الانسجام السلم والسلام الأمن ويعني الأمن والطمأنينة ديال الناس اللي عايشين ساكنات هذا المجتمع هذا. ولهذا وأخيرا مثلا ربما شفتوا أن في باريس بعد ما جرى في باريس
كانت الأبواب المفتوحة في المساجد، كانت يعني عتوا مثلا داروا يعني ما يسمى بكسكس المحبة، كاس شاي المحبة، فكان واحد الوقع مهم جدا على المجتمع الفرنسي، على الفرنسيين اللي كانوا تيمروا أمام المسجد عمرو ما دخلوا، كاين الناس فحين تيمر وكيعبر ديك العتب وكيدخل داخل كتغير له الافكار وداك الشيء اللي عنده على واللي تكدسات عنده في عقله بسبب الجهل، هذا المسلمي ايش كيدير في الجوامع الى اخره. فالابواب المفتوحه ضروريه، وكذلك زياره الكنائس في الاعياد ديالهم لتقديم التهنئه، لتقديم يعني تعبر على مشاعر الاحترام والتقدير، يعني واحد التعايش المشترك، التعايش السلمي الايجابي، هذا الشيء اللي كيؤدي الانسان ودير كذلك كما تقوم بذلك بعض المساجد، وكنحضرها فعاليات اللي كتجمع الديانات السماويه كي باش يكون هناك واحد تبادل وجهات النظر على كيفية الحفاظ على الأمن والطمأنينة في هذه المجتمعات، ومحاربة التطرف ومحاربة العنف، ويعني إسداء النصح الطيب للشباب باش يبقاو في الطريق المستقيم والطريق القويم اللي في آخر المطاف يعني كيأدي المصلحة ديالهم والخير لحياتهم. فأتمنى هذا الشيء يتطور. طبعا مساجد كثيرة في هولندا كتقوم هذا الشيء، وكاين وغيرات. أنا حضرت في أمستردام مثلا في مسجد، جاءوا الجيران تقولوا احنا كنا ضد هذا المسجد، ولكن بحكم التفاعل والزيارة اللي درنا وهذا التواصل ديال القائمين على المسجد بينا احنا كجيران ولو برسائل، فتغيرت يعني الصور النمطية اللي كانت عندنا مغلوطة مغشوشة. فاتمنى هذا الشيء يعني هذا يعني النشاط استمر بقوه، ويعني ربما غيكون فيه انتقادات من بعض الناس، ولكن خص تحاول ما تفقدش الامل. ربما تواصل مره ما غتنجح، الثانيه ما غتنجحش، ولكن انا كنعتقد اذا استمريتي بنوع من يعني بصفاء القلوب وبمشاعر سليمه، انا كنعتقد غيحترموك الناس ويحترموا الدين ديالك كذلك، ويعني وهذا هو احسن طريقه باش تغير الصور النمطيه، يعني بالسلوك وبالاخلاق الحميده الساميه الراقيه.